I'm Shaima Munir. Today, let's start with Connect Plus One Unit 2 Meet My Family. النهاردة معادنا مع منهج Connect Plus One الخاص بأولى ابتدائي Unit 2 الدرس الثاني Meet My Family قابل عائلتي. Let's start with the new words. نبتدي مع بعض بالكلمات. طبعا مادام أنا بقول Family إحنا لازم هنتعرف على Family Members أفراد العائلة. معايا Mom Mom اللي هي الأم Mom Mom, okay. كمان معايا Dad 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 الأب Dad, okay. Grandma 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 الجدة Grandma Grandma, okay. كمان معايا Grandpa 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 الجد Grandpa, very good. إيه تاني معايا النهاردة؟ معايا sister. Sister, الأخت. Sister. Sister, okay. Brother. Brother, الأخ. Brother, okay. Aunt. Aunt هي العمة أو الخالة. Aunt. Aunt. Very good, excellent. كمان معايا uncle. Uncle وهو العم أو الخال. Uncle. Uncle, okay. Tall. Tall يعني طويل. Tall. Tall, okay. طيب. هنا معايا كمان short. Short قصير. So, what is the opposite of طول عكس طول ايه يا ولاد short short very good okay كمان معايا young young يعني صغير young صغير young young okay the opposite of young is old very good old كبير old old okay funny funny يعني مضحك funny لما صاحبك يعمل حاجة ويضحكك قوي he is funny مضحك funny okay kind kind لما نساعد حد شايفين انه محتاج المساعدة يبقى انا بعمل تصرف very kind 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 كريم kind okay دي كانت new words in my النهاردة هنشوف مع بعض الجرامر الجرامر زي ما احنا شايفين بنتكلم على comparative وهي المقارنة اللي هي comparison between two things مقارنة ما بين شيئين اتنين يعني ممكن عندي big or bigger هنشوف مع بعض اكتر على comparative let's start اولا احنا عندنا الفورم هي بتتكون من ايه القاعدة بتقول ايه بتقول الadjective احط في نهايته er than adjective er than adjective er than زي ما اقول tall ادي دي adjective عادية خالص هتطلع في الاخر er بقت taller هنا ما باجي اعمل مقارنة تعرف مع بعض example مثال هنا بقول علي is taller than احمد علي اطول من احمد علي is taller than احمد ادي احنا حطينا adjective وحطينا er وthen ناخد بالنا لازم نحط er than لان بقارن ما بين شخصين علي اطول من احمد معنى كده ان احمد اوكي بالظبط كده very good احمد is shorter than علي اوكي هنا my grandma is older than my baby sister جدتي هي اكبر من اختي البيبي grandma is older ادي برضو هنا عندنا الadjective الصفة هتطلعها er وthen معنى كده ان my baby sister is younger than my grandma معنى كده ان انا اختي الطفلة الصغيرة هي اصغر من جدتي عرفنا يا ولاد comparative adjective er than لو عايزين تعرفوا اكتر عن التنس ده هحطلكوا في اول كومنت تحت في الفيديو هحطلكوا شرح التنس ده بطريقة سهلة ومبسطة جدا لو عايزين تعرفوا اكتر عنه اوكي نيجي مع بعض بقى للفونكس احنا عندنا هنا السي اتش ناخد بالنا السي اتش بنطقها نفتكرها يا ولاد بصوت الارتر وهو ماشي بيعمل ازاي تشو تشو اوكي تش تش
chair 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 chair. okay كمان معايا النهارده ال s h بنطقها اكني بسكت حد كده شاب شاب شاب. يبقى احنا خدنا سي اتش وخدنا ش. اوكي ده كان الدرس بتاعنا النهارده يونت 2 كونكت بلس 1. كان معاكم شيماء منير. ثانكس فور واتشينج اند سي يو سون. باي.